بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة البي كي بروجرامرز. هذا الفيديو راح ناخذ موضوع بالفانكشن اسمه الديفولت ارجيومنت. شنو الديفولت ارجيومنت؟ بكل بساطة راح ارجع البرنامج اللي بيه دالة تسوي عملية جمع، اوكي؟ بما انه يسوي عملية جمع فاكيد هو راح يرجع لي رقم انتجر. كان مثلا بي برنامج يجمع لي رقمين، مثلا انتجر اكس وانتجر واي، وهنا اقول return اكس زائد واي. اوكي، هنا شنو اللي صار؟ بكل بساطة أنا سميت هذه المتغيرات بين الأقواس parameters. هذه المتغيرات ممكن أسميها أما parameters أو ممكن أسميها arguments. أوكي، شنو يعني default arguments؟ بكل بساطة أني هذه الدالة استدعاها راح يكون بالشكل التالي. راح أقول C out مثلا، أو خليها بمتغير sum اثنين بأربعة سيمي كولون. إذا أنفذ ماكو داعي أصلا أنفذ، لأن راح أعرف هذا البرنامج مضبوط ويشتغل صحيح. أوكي، زين لو أرد أطور هذه الدالة وأسويها تجمع لي ثلاث أرقام، أوكي راح أقول له زائد زد. والآن أقول له أعطي بارامتر آخر مثلا نفرض سبعة. أجي الآن للتنفيذ، شنو المشكلة؟ أنا ما منطي اسم للدالة أصلا. أنفذ، جمع لي ثلاثة أرقام وطلعت 13. أوكي، زين لو نفس هذه الدالة اللي بيها ثلاث أرقام أدزلها فقط رقمين، أنطاني إيرور. لو تلاحظ قال لي ال two few arguments function، يعني وطاني شكل الفانكشن. بكل بساطة قال لي أنت عندك function تستقبل ثلاثة انتجر وأنت دازلها اثنين انتجر، هذا الشيء غلط. أوكي، شلون راح أجي أحل هذه المشكلة؟ خاصية ال default arguments توفر لي ميزة حلوة، وهي أنا عندي هذه الفانكشن sum. اوكي، قلت له انتجر اكس اوكي وانتجر واي وانتجر زد، راح اجي اخليها من زد مثلا يساوي صفر. اوكي، شنو اللي يفرق لي اذا خليت هذه واذا ما خليتها؟ بكل بساطة اللي راح يفرق هو التالي. اذا سويت استدعاء للدالة بمكان اخر، قلت له سم ودزيت اثنين وثلاثة وأربعة، اللي راح يصير راح تجي اثنين بالاكس وثلاثة بالواي وأربعة تنخزن بالزد. وراح أقول return اكس زائد واي زائد زد، راح أرجع لي اثنين زائد ثلاثة، خمسة زائد أربعة تسعة، راح أرجع لي تسعة. أوكي، لكن لو جيت واستدعيت الدالة بهذا الشكل، قلت له sum اثنين وستة، شو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير راح يجي ياخذ الاثنين يخليها بالاكس، اوكي، ويجيب الستة يخليها بالواي. لكن المفروض انا هنا دزيت الاثنين مو ثلاثة، مو المفروض يعترض ويعطيني ايرور وما يتنفذ؟ لا، راح يتنفذ. بس شنو؟ أنا بما إنه أنا خال رقم تلقائي، معناها إذا ما دزيت لك قيمة بهذه الفانكشن، أنت خلي هذه القيمة من عندك. أوكي؟ خل أجي أطبقها برمجياً. أجي أخلي هنا يم الزد يساوي صفر. أوكي، أجي أنفذ اثنين زائد أربعة، هسه زائد صفر، راح يبقى عين صفر محايد الجمع، طبع لي ستة. لاحظ الفانكشن دزت له بارامترين واشتغل، معناها هي تستقبل ثلاثة. اوكي، اقول اثنين واربعة وثلاثة،
أنفذ. 2 و 4 6 و 3 9 مضبوط. يعني إذا أدزلها مش قد ما أريد، أوكي راح أجي وأسوي الخطوة التالية، راح أقول هنا يساوي 0، أجي أشيل هذا، أنفذ سم 2. لاحظ طبع الاثنين بدون أي إشكال. جميل، الآن صارت الفانكشن بيها مرونة، ممكن أعرف متغير رابع مثلا integer w يساوي لي 0، بحيث إن أنا أعطي رقم رقمين 3 4 راح يرد لي المجموع. لازم أخلي ال w بريتيرن أيضا. أوكي زين، أكو شغلة لو سويت التالي، خل أجي أشيل، خليت هنا ال w تساوي 0 والواي هم تساوي 0، وتركت الزد هنا بدون تساوي 0، واجي اسال كم متغير. انا ممكن اقل شيء ادز 2 والبقيه راح يمكن هو يعتبرها نصفاره. اوكي لو حادز 2 و6 واجي انفذ، انطاني هنا أنا ايرور. ليش؟ عملية الديفولت ارجيومنت بيها شرط. اوكي شنو شرط هذه العملية؟ بكل بساطة أنا من عندي الدالة وعندي بيها مجموعة بارامتر، البارامتر الأول الثاني الثالث الرابع. إذا أريد أنطي قيمة افتراضية من عندي، أول متغير حق لي أنطي قيمة هو آخر متغير، مثلا أقول يساوي 0. إذا أريد أنطي متغير ثاني ما يحق لي أنا بكيفي، لا لازم أجي من جهة اليمين آخذ متغير آخر، إذا أريد واحد ثالث آخر، وهكذا. هذا الشرط مهم بالديفولت حتى يتحقق الديفولت ارجيومنت بدون اي ايرور. اوكي تبقى شغلة ثانية، لاحظتوا هنا احنا اعطينا كله يساوي 0، ليش انطيت يساوي 0؟ هل هذا الشيء اجباري؟ لا مو اجباري، بس انا عملية الجمع محايدها 0، فاذا المستخدم ما دز لي رقم راح اجمع وياهم 0، ما راح يصير عندي اشكال. يعني لو اجي هنا ونقول له W 5، اوكي وراح اجي ادز له، اخلي هذا يساوي 0 او ابسط اكثر، اوكي عندي هذا الشكل، راح ادز له رقم 1 و1. اوكي ايش تتوقع راح يكون الناتج بهذه الحالة؟ خلينا نشيل ال W لأن شلتها أنا أيضا، هذه الفانكشن وهذا الاستدعاء، ما تتوقعون راح يكون الناتج؟ أنفذ، طبع لي 7. ليش؟ لأن 1 دزيتها راحت للإكس، 1 دزيتها راحت أيضا للإكس، ما دزيت شيء، أخذ القيمة الافتراضية اللي هي 5 وخلاها. يعني لاحظ القيمة الافتراضية، توصلك الفكرة؟ مو لا صفر، أي رقم من عندي. أما لو دزيت رقم 3، يعني مرة أخرى 3 أرقام 3 بارامتر مررت، طبع لي 3 بشكل طبيعي. أوكي إن شاء الله تكون الفكرة واضحة. شكرا للمشاهدة، نشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله.